كنا بالأمس مع تغطية عملية بيع التذاكر التي شهدت إقبالا محتشما. اليوم في يومها الثاني العملية متواصلة بأكشاك ملعب 5 جويلية، ولمزيد من التفاصيل يلتحق بنا إسلام بقريع المتواجد هناك من أمام شبابيك الملعب والمتواجد أيضا مع أنصار الفريقين. صباح الخير إسلام. إسلام، أكيد الأجواء طبعا رائعة وبدأ الاستعداد لهذا الديربي، هل من جديد فيما يخص عملية بيع التذاكر؟ صباحك سعيد زميلي فاروق، صباحكم سعيد مشاهدينا الكرام. مباشرة من أمام ملعب 5 جويلية، عملي اليوم الثاني لعملية بيع التذاكر، يعني لم تشهد حضورا قويا يعني كما عاهدناه بين أنصار الناديين والفريقين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، حضور محتشم دائما. الفريق الأنصار يعني لم يحضروا لاقتناء تذاكر، لكن حسب آخر الإحصائيات يعني حوالي 39 ألف تذكرة بيعت لحد الآن في غضون يومين، في انتظار يعني المزيد من التذاكر التي ستباع يعني في غضون اليومين القادمين. يعني بدون إطالة فاروق، إسلام، إسلام لو سمحت، إسلام سنأخذ آراء بعض الأنصار. إسلام لو سمحت، نعم فاروق. فقط أرصد لنا ربما الأسباب التي جعلت ربما أنصار الفريقين لا يقتنون التذاكر، أو ربما ينتظرون إلى اليوم الأخير أو ما قبل الأخير، أنا أقصد يوم الاثنين. وهو كذلك فاروق، متواجدين معي بعض انصار الفريقين مولوديه الجزائر واتحاد العاصمه، سنرصد يعني ارائهم والاسباب اللي خلت يعني الانصار يعزفون عن اقتناء التذاكر. نبدا يعني باول مناصر من مولوديه الجزائر. نشوف باللي التذاكر ما كاش جمهور غفير، يعني يمكن ما اعتدنا عليه مباريات الديربي بين اتحاد العاصمه ومولوديه الجزائر، يعني الاسباب اللي خلت الجمهور ما يجوش بكثره. يعني لا يجيو ان شاء الله بكثره، يجيو ان شاء الله بكثره. وباعوا البارح سادوا باعوا اليوم حوالي 40 ألف تذكره تبعت، وما زالوا يجيو ان شاء الله من العشيه تكون 70 ألف حوالي. تعمل فين نشوفهم احنا من الايام الاولى، نشوفوا باللي التذاكر يدوهم بكثره ويجوا الغاشي سورتو مولوديه ليصمة ديربي كبير. لا هذه الخطره نظموها مليح، خاطر داروا يومين الجمعه والسبت، ان شاء الله من العشيه تكون حوالي 70 ألف. انت مناصر مولوديه الجزائر؟ نعم. يعني وش تتسنى في هذا اللقاء والمباراه هذه؟ ان شاء الله يكون لقاء كبير ان شاء الله، والناس تتمتع ان شاء الله، والطيره هي اللي تهدر. يعني وحنا هنايا رانا مولوديه ليصمة مخلطين، هادو هما ليصمة، كاين مولوديه منا، كاين منا مولوديه منا ليصمة، رانا متخلطين كاع، وهذه هي. ان شاء الله تكون الفرجه ان شاء الله. شكرا. نزيدو نشوفوا مناصر اخر من اتحاد العاصمه. نشوفوا باللي اقبال محتشم للانصار الفريقين، وشنو الاسباب اللي خلات انصار الفريقين ما يجوش يعني بكثره كما عودونا؟ خويا اليوم السبت، مازال غدوه، مازال غدوه ديمونج، مازال لندي، ومازال نهار الماتش تانيت. كل واحد الظروف ديالو، ان شاء الله يكون يقبل كبير ان شاء الله مباراه نهار ثلاثة ان شاء الله. كيما راك تشوف خويا الظروف راهي انتيك، راهي الظروف هاي جوج في ظروف حسنه هكذايا. ان شاء الله نهار ثلاثة نشوفوا ان بون ماتش هكذا من لي دو كوتي، ولو ميور كي كان، وسورتو روح رياضيه ان شاء الله تكون، باسكو خاوة هذه ما الا مباراه في كره القدم هكذا خويا. ان شاء الله يكون ان بون ماتش ان شاء الله. وتوقع انت من المباراه هذه اتحاد العاصمه شو تتمنى منه؟ يا اخويا ان شاء الله نربحوا رغم الهزيمه من نادي بارادو. ان شاء الله لا ديفا تاع بارادو، ان شاء الله ما تاثرش فينا ان شاء الله، باسكو خويا ما يخفى عليكش اللي اصلا عندهم اتحاد العاصمه عندهم فيكتيف ريش هكذا خويا، عندهم اكسبيريونس، عندها اللاعب الله يبارك، ان شاء الله يكونوا في نهارهم ان شاء الله ويديروا بون ماتش ان شاء الله ونربحوا ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك. نزيدوا نشوفوا مناصر اخر. تفضل لهنا اخونا. نشوفوا باللي اقبال محتشم على اقتناء تذاكر اليوم الثاني، نشوفوا ما كاش غاشي بزاف كما عودنا عليه اتحاد العاصمه مولوديه الجزائر. شوف انا شويه نسميست، حنا اونايتي توجور دي فراغ، حنا مولوديه اللي اسمها مولوديه، اونايتي توجور دي فراغ من زمان. الله يبارك. شكون اللي هلك اللي اسمها مولوديه هلكوها الجرانن؟ اسمح لي دوك انا نشوفوا باللي ما كاش انصار، ما كاش اقبال موالفين اتحاد العاصمه مدينه الجزائر، ما تلقاش المكان وين يعني باش تشري تذكره ولا باسكو دوك نقول لك على الماتش هذا سمطونا الماتش هادو لي زونسيان يعرفوا زمان كان 15 يوم قبل الماتش العلامات والدنيا زاهيه وكذا، دوك سمطوه. كل ما يجي الماتش يبعثوه لك شهر ايروبورتيوه يسمط الماتش صافي، يعني تاخير المباراه. تاخير المباراه وحنا خوا مع مولوديه، ما شاء الله ربي ان شاء الله ينزل الاخوه بيناتنا، باسكو هذا ماتش بك بالون بك، فهمت؟ ان شاء الله سيرتو لي جان هادويا يفهموا باللي هذا غير ماتش بك.
ويتبعوا لي زونسيان كي مولودا كيلو يسمع يتبعوا لي زونسيان سيبورتور باسكو اون ايتي توجور دي فراك. هكذا السلام عليكم. بارك الله فيك. نزيدو نشوفوا مناصر اخر من مولوديه الجزائر. مناصر مولوديه الجزائر نشوف باللي التذاكر ما جاوش الغاشيه ما جاوش الاسباب اللي خلات. لا لا يا اخو كاين اللي يجي ولاد حومته وكاين اللي يخدم يا اخو يا اخو انا ولاد حومتي شريت خمسه يا اخو. ليه من شريتهم هذو ولاد حومتي يا اخو؟ تعود لهم البيع ولا شي؟ لا نمدهم لهم الصوني يا اخو. كاين يا اخو يجوا الغاشي. وعلاش ما جاوش؟ انا شو مال لا كل واحد وش يا اخو، كل واحد خدام بالك عنده ظروف صافي. ما يوصلكم تشروا؟ لا وصلنا وكاين غاشي يا اخو وماتش مليح ان شاء الله نربحوا يا اخو ان شاء الله. في مولود يا نزيدوا نشوفوا مناصر اخر مولوديه الجزائر. تفضل عندي لهنا نشوفوا بلي اقبال محتشم. الانصار ما توافدوش بكثره على الملعب 5 جويليه، علاش؟ شنو الاسباب اللي خلات؟ كل واحد الظروف تاعه، واحد خدام واحد مين كل واحد كيف. مين جي نتا؟ تي فازا غورايا. شحال شيت انت؟ كي 5. شيت 5 لي من شيتهم 5 هادو صحابي صافي ما حبوش يجوا بعثوك انت تشري. اه شريت 5 تيكيات ما كاين حتى مشكل. كي شريتهم التنظيم حتى مشكل. بارك الله فيك. نزيدو نشوفو مناصر اتحاد العاصمه. مولوديه نشوفو مناصر اخر. شوفوا باللي التذاكر ما كاش توافد كبير على اقتناء التذاكر، واش من السبب يعني؟ شوف صافي هذا سي لا بروميير فوا وين تباع تيكي تاع مولوديه اون بلان سيزون ابار كوب دالجيري اللي تباع قبل. حنا والفنا نجو للسطاد نجو سان جوي نشرو تيكي وندخلو نشوفو الماتش. احنا خاوه ريحوا كيف نقدروا يروحوا في لومبو كيف نقدروا يروحوا في الفيراج ملي كيف يقدروا يجي يروحوا معانا ريحوا كيف راهم يكومبليكيو ديجا. انت الحق نورمالمون هاد لا جورني تتلعب عندها طروا جورني نورمالمون تتلعب مول ديال يوسما 11 جورني. رانا اليوم لو 22 مازال سيزون واحده عندنا سمانه ملي عرفنا بلي لو 22 ريبورتور ماتش ما قالولناش وقتاش يتلعب الماتش. راهم هاد الماتش هذا هذه هي الاسباب اللي خلات. صح نشوفوا بلي مولود ديال يسما عنده ديجا عامين ما تلعبش 5 جويليه فرصه باش نقول لك حاجه مالها. لو كان نعاود نفكرك طروا ديرني ماتش مول ديال يوسما تاع 3 سنين اللي عنده 3 سنين هنا في سان جوي تحرق سطاد اللي موراه مات محديق الله يرحمه والاخراني مات سفيان وسيف الدين. هاد لي ماتش تاع مول ديال يوسما مانيش عارف واش بيهم الناس كاع تخزر فيهم الجيري كاع مول ديال يوسما وضبحوا علينا. هذا المباراه تكون في احسن ظروف ان شاء الله يا ربي. دو كيلومير بون كيلومير كان ان شاء الله. هذا بالون جينا نلعبوا بالون حنا نحكموهم نخبطوهم هاد الخطره ما كان والو. ما تقول لي نحكموهم نخبطوهم هنا في سان جوي وانما هما هاد العباد اللي راهم قاعدين بالون. نعم فاروق انا اسمعك. هي الاسباب يعني كما كنت تستمع لانصار الخضر. نعم فاروق سؤال فقط لانصار الفريقين كيف يجري التحضير للمباراه؟ انا اقصد حرب المدرجات بين انصار الفريقين. نعم ساحاول الاخذ يعني تصريحات الانصار في هذا الشان. نشوفوا كيفاش انتم التحضيرات لهذا الحدث لمباراه الديربي. شفنا مقبل كانت التحضيرات تكون كبيره، الاعلام كل شيء يعني تحضروا مقبل. كيفاش هو التحضير لهذه المباراه؟ تحضيرات ربي كما نقولوا ماشي حاجه فرفور باش لي ديربي بين مولوديه الياسما نقص بزاف. انا نشوفوا في الديربي ماتش تاع مول ديال ياسما الشعب الاهمن انت ما تقدرش تجوز. دوك انا نشوفوا باللي ما كاش كاين لا غالب كاين اليوم خدام. دوك ولاد حومتي انا راني نشريهم في تيكيات خدامين. بصح شريت من تيكيات؟ راني شاري لهم كلش 10. زدت شريت لهم اليوم وشريت لهم البارح. وانت واش سيبورتي مول ديال ياسما؟ سيبورتي مول ديال ان شاء الله نربحوا ياسما وخاوه. اسلام زميلنا المتواجد هناك من امام ملعب 5 جويلية. اسلامي كنت تسمعني؟ انت مناصر مولودي انا يا اخو. شوف يا اخو نقولك افسه هادو ما تاع الاقبال لا ما هنا كاع مولوديه وكاع يحبهم انور اللي تحضيرات خلينا نحكوا على التحضيرات. كيفاش راكم ديروا تحضيرات وما توجدوا لهذا النهائي هذه المباراه يعني مليح يا انا شارين كاع تيكيات. لا تحضيرات في المدرجات كاين تيفو شباب ان شاء الله عالمي. اسلام ان كنت تسمعني. اسلام المتواجد هناك من امام ملعب 5 جويليه. نعم اسلام استمعنا الى انصار الفريقين. نعم طبعا الجميع يطالب بروح رياضيه كبيره واعاده الايام الزاهيه لهذا الديربي الكبير. واشكرك جزيل الشكر اسلام على كل هذه التفاصيل والشكر ايضا لانصار الفريقين. ولو انه الحرب ستكون مشتعله في المدرجات بتيفوهات منتظره يوم الثلاثاء المقبل اذا سن